اداء متميز، نشاط هايل. انا برضو من ضمن الحاجات اللي الناس عليها في الجامعه ان احنا نطلع المواهب دي، واللي عنده موهبه فنيه يقدر يطلعها ويقدر نقدر نستفيد منه وننميها على مستوى الجامعه، وبعد كده يقدر يشارك. طبعا اكيد انتوا هتمثلونا برضو في الانشطه القمه اللي بعملها في على مستوى الجامعات. اشكركم طبعا، وبشكر المدرب المحترم اللي عمل يعني نتائج كويسه جدا في الجامعه. لا على مدار السنه بنشارك حاجات كتيره قمه، وان شاء الله دايما رافعين اسم الجامعه. وبنقول رساله لطلابنا يعني الموجودين، يعني اي حد عنده موهبه وعاوز ينميها، احنا عندنا امكانيات في الجامعه كويسه جدا، نتاجد مدربين ونتاجد رعايات شباب متميزه ونتاجد زمايلك اللي يقدروا يساعدوك. فاللي عنده موهبه فنيه طبعا، سواء كان في الموسيقى او في الرسم، في الشعر، في الادب، في كل الكلام ده، يقدر فعلا يتواصل مع رعايه شباب كليته. واحنا طول السنه هتلاقوا فيها عندنا انشطه، سواء كان انشطه فنيه زي كده خاصه بالموسيقى، وانشطه بالرسم خاصه بالشعر، بالادب، بالقصه القصيره، كل ده هتجد طول السنه في انشطه متعدده بنعملها. بصراحه ما بيقصروش في اي حاجه ولا في اي طلب، خصوصا للطلاب. فاحنا بنشكر حضراتكم ونستاذنكم. في كان مسابقه ثقافيه الطلبه شاركوا فيها، يعني نوزع الجوائز بعد اذن حضرتك. هنعمل سحب لان عايزين 20 طالب فائز، واحنا عندنا اكتر من 20، بس احنا الميزانيه بتاعتنا 20. فهنعمل السحب ونستاذن حضراتكم بالطلاب. واخدين النهائيه. هنختار 20. لا يعني دول عدد كام؟ دول تقريبا 29.
هندي جوائز لكل الناس. خلاص نشكر سيادتك الرئيس صباح يعني كفو طعم اكتر من كده. الف الف شكر لحضرتك. طيب هنادي معلش عشان احنا تمام خلاص كده. طالبه نهال احمد عبد الرحمن. طالبه نهال لكلهم واحده. الطالب مصطفى ممدوح احمد مطوع علي. يلا يا امل يلا احمد مطوع علي. يلا يلا ثواني يا مدام. ثواني يا مدام اتصل ارجع لورا سن. يلا محمد محمد مصطفى محمد احمد محمود احمد فؤاد ليلى خلف ليلى خلف الله طالبة ليلى